والله يا عم هو كان اشتراني ولا كان اشتراني؟ لو عايز يسرق نجاحي يبقى يوريني بقى ازاي هيرسم لوحده. اقول له صاحبي مفيش فايده، اقول له عيب مش عايز اسمع اي حاجه، عيب ما تحرجنيش قدام الضيف المقعد. لا ويقول لك عايز اخد نص الفلوس. نص فلوس ايه؟ قال ايه مصدر الهامي. خليني مرمي في الشارع كده اشوف مين هيعبره بقى. ومن هنا ورايح بقى انا هصاحب. ايوه صاحبي صاحبي وسهري وسكري. انا عايزك تنحرف يا ماما. انا منحرفه اصلا بس هزود الجرعه.